تسلل صباح أمس الثلاثاء طائر البوم إلى أحد الفصول الدراسية بجامعة بيشة للبنات في فرع بلقرن. وفي مقطع متداول أظهر الفيديو طائر البوم واقفا على شباك فصل دراسي، فيما ظهرت المقاعد خالية من الطالبات. ويذكر أن مبنى الجامعة شهد العام الماضي هجوما متكررا للقرود. دعونا نشاهد هذا الفيديو المتداول. لا تعليق. تكررت الحادثة هذه المرة والعام الماضي كان فيه هجوم من القرود على نفس الفرن، وفرن بلقرن التابع لجامعة بيشة.